حقيقة الأهلي يعني مش دايما بيفرحنا بس بانتصاراته المتتالية والمتوالية، لكن دايما بيفرحنا كمان بالأرقام القياسية والتاريخية اللي بيحققها دايما، وبتكون مصدر لسعادة وفخر عند كل جماهير الأهلي في كل مكان في العالم. الأهلي بنجاحه في التأهل الأخير ده بيعزز من رقمه القياسي في التأهل إلى الدور نصف النهائي المربع الذهبي في دوري أبطال إفريقيا للمرة 17 في تاريخه. الأهلي بيواصل مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة 10 في تاريخه. إن شاء الله أرقام بتحكي حكايات بطولات النادي الأهلي اللي بيحققها دايما واللي دايما بيفرحنا بيها. ولو تفتكر يا نهوان، تاني يوم الصبح بعد حصول النادي الأهلي على النجمة التاسعة، تاني يوم الصبح كان عايزين العشرة دي حقيقة يعني. وبرضو طموح مشروع ومقبول، لأن هو ده النادي الأهلي اللي احنا بنتكلم، وزي ما كنا بنقول يعني فكرة برضو الماتشات اللي ورا بعض وتخلص من الدوري تخش على السوبر الأفريقي، تخش على يعني ماتشات ورا ماتشات. ويعني عايز أقول لك ده خبر هيبقى معانا، بس كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول إن أنت هتسافر من هنا على طول على هنا، فبرضو ده تعب يعني طبعًا. ده تعب طبعًا. برضو على اللعيبة إجهاد، فيعني وسبع ساعات طيران و12 ساعة طيران بالظبط. فيعني أكيد كل ده بيحسب ليهم. ولما هنا بقى نيجي نتكلم بلغة أرقام، لأن أعتقد الأرقام هي اللي بتحسم بقى تاريخ الأهلي والأرقام. نقدر نقول إن هنا تأهل الأهلي للمرة بنقول ال17 بعد ما سبق ليه التواجد في المربع الذهبي 16 مرة قبل كده، نجح في بلوغ المباراة النهائية 14 مرة، وسجل كمان حضوره في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أربع نسخ متتالية للبطولة زي ما احنا فاكرين، طبعا 2005 و2006 2007 و2008، يعني سنوات لن تنسى، كانت حاجة محترمة جدا. يمكن كمان كلنا كنا بنحضر الماتشات، ونجح كمان الفريق خلالها في بلوغ المباراة النهائية، حقق 3 ألقاب من أصل 4 في نسخة 2020، ونجح كمان في بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب التاسع بعد ما كنا هنا بنتكلم 7 سنين يعني غياب. إن شاء الله السنة دي زي ما كريم قال وزي ما كلنا متوقعين تبقى 10، ونفضل نقول أكيد 10 يا أهلي لغاية لما تتحقق بإذن الله.